جاهزة اليوم لحفل الاختتام ولا ليه؟ جهز فستانك؟ ايه لون شنو بشكون؟ انا بحالة حداد، فانا ما عم بلبس الا اسود. والدتي صار لها 7 شهور متوفية. البركة فيك، البركة فيك، ان شاء الله طول العمر، ان شاء الله قبل كل شيء بالرحمة الكبيرة والواسعة، وان شاء الله وين ما هي موجودة معناتها تكون فرحانة وفخورة ببنتها. فبلبس بس اسود. لبس 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 ما مش شوف حكم الله وربي كما ياخذ منك ناس يعطيك ناس في حياتك. لهالدرجة ما صار لها زمان 7 شهور، الله يرحمها. أمي ما عاد شيء أكثر من هيك، يعني أنا والدتي متوفي من 2004، بس والدتي ما صار لها زمان. إيه، فأنا عم حاول إني كون طبيعية، بس لما بيجي الموضوع على هاد يعني بتجي هيك ما شوف شكرا، يلزم تتقبل كذلك. ايه متقبلة، هذا قضاء الله وقدره، وانا راضية يعني اكيد، ولكن بتضل الام ان شاء الله ربي ما يجربك، يعني بتضل فقدانها بيوجع كتير، بيوجع. ما حدا بيحبك مثل امك، ما تصدق اخواتك بيحبوك، اصدقائك بيحبوك، بس مو مثل امك. امك وابوك الوحيدين اللي بدهم اياك افضل منهم. الوالده رحلت بشكل مفاجئ ولا لا؟ هي كبيره بالعمر، شيخوخه يعني، ولكن انا بالنسبه لي انا لساتني طفله يعني. وبعدك طفله؟ ايه، تركتني وراحت. بليز معلش ما نحكي. اوكي 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 اوكي, أوكي. شوف ممكن مي او شيء. اي نعطيك مي. اما فرش فيلم اسمه كوكو، صور متحركة، يمكن يعاود يغير نظرتك للموت، لفكرة الموت. لا والله أنا راضية هاتي، ولكن لبس لبس لبس، ربي يرحمها. هاي خذت الرحمة، ها خذت الرحمة، والناس يسمعوا فينا أكيد رامي يترحموا عليها، ألف رحمة تنزل على روحها. شكرا شرد، شكرا مرتجي، ضيفتنا في نجوم موزايكا فام. أصالة على موزايكا فام قد الحروف، اهداء خاص بطلب خاص من ضيفتنا الممثلة السورية. شكرا مرتجى، شكرا، معذرة مرة أخرى على التأثر. لا لا أبدا. وخارج الهواء حكيت لي حاجة أنت حلوة برشة على علاقتك بالوالدة. ربي يرحمها. حزير ليش حكيت هادي؟ وكتير كتير مهم هذا الموضوع، وأنا كتير بحب إنه يعني يسمعونا الناس ويشوفونا. يمكن أنا عم مارس حياتي الطبيعية، رجعت وعم انزل ريد كاربت وروح مهرجان وروح سيدي بسعيد وروح السوق. ما معناها أني أنا نسيت أمي أبدا، بس الحياة مثل ما بيقولوا بدها تستمر. بس أنا هشة لدرجة يعني مجرد تنقال اسمع حدا عم يقول ماما بغار منه. قلت لك جملة برات لها، قلت لك تنجم تكون في السماء تغزر، قلت لي لين حب نسمعها. بدي اسمعها، بدي ضمها، بدي شمها، بدي بوس ايدها، بدي تقلي الله يرضى عليكي. ايه مفتقدة كتير كتير، مفتقدة. ابنة برا ان شاء الله ان شاء الله اكون يا رب، يا رب اكيد ان شاء الله يا رب اكيد. ابنة برا، ويمكن الدنيا تحطنا في امتحانات صعبة، من بين أصعب الامتحانات أنه الدنيا تاخذ منا الناس العزيزة علينا، لكن أكيد أنه هالعلاقة هذه وهالشبع هذايا اللي موجودة عندك هو نتيجة تربية ونتيجة أخلاق ونتيجة صلح ذاتي ونتيجة هي إنسانة طيبة. أكيد أكيد أنها إنسانة طيبة وصالحة، وإلا ما تكونش عندها بنية تحبها بكل هذا القدر. أمي تعبت كتير وكافحت، وكانت بمرحلة من المراحل أم وأب بسبب ظروف معينة، واشتغلت. وشو بدي أقول لك على أمي؟ نحن بنقول بالشامي يا حوينتها، يا حوينتها تروح. استنسختك أمك فيك؟ يا ريت. لا أمي لا تتكرر، ما بشبهها. لا لا يا ريت اشبهها، يا ريت اشبهها بعطاء. أو أمي كان عندها عيون بيطيروا العقل. وعيونك بيسحروا؟ لا لا، عيون أمي كانوا خضر كتير حلوين. يلا نعملوا ترتيحة صغيرة ونرجعوا نحكيوا على أيام قرطاج السينمائية. شكرا لمرتجى ضيفتنا في نجوم موزايكا فام.